والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ألا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
في الدنيا وفي الآخرة
عليهم أو تصلي على مولانا محمد بقدر العدل وعلى آله بدي الله العدل بقدر عظمة ذات الله العدل في كل لمحة ونفس علماء علم الله العدل صلاة دائمة بدوام الله العدل تعليما لحقك يا مولانا يا محمد يا خلق العدل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعنا من الروح والنفس ظاهرا وباطنا يا فضلا وغناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا والاخره يا عظيم اللهم اني اسالك بنور وجه الله العظيم الذي واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح
والنفس الطاهرة فآتنا يقظة وأمنا وارجعه يا رب روح الذي جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا حبيب اللهم إني أسألك بنور وجه الله العليم الذي ملأت أنس الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد
محمد بالقدر العظيم وعلى آله بذي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم فأذن لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يوم ثانيا واجعله يا رب غورا لذاته من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عليم اللهم إني أسألك من نور وجه الله العظيم الذي ملأ الحال عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة سالمة بدوام الله العظيم تعليما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت وأنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله Thank you.
بالله.